انا بدأت وانا عندي 3 سنين، بقيت 12 سنة بلعب الرياضة دي. 3 سنين ازاي حضرتك يعني؟ 3 سنين يعني كنت قد كده لعبت جمباز ويعني ماما وبابا هم اللي قالوا لك انت، ولا انت في النادي لقيت الجمباز ده لفت نظرك ولا هي مامتي كانت طول عمرها نفسها تلعب جمباز بس ما لعبتش، فخلتني انا العبها وحبيت. المدام مشرفانا هنا صح؟ لا لا مش هي دي، تيه والدتك انت اللي موجود، والد تيه اللي موجود. اه كويس، مامتك كانت نفسها تلعب جمباز فقالت لك يلا كويس. ودخلت المنتخب من 3 سنين، دخلت بطولة أفريقيا بتاعة 2016 جبت فيها المركز الأول، ودخلت بتاعة 2018 ودي برضو فيها دول كتير افريقيا. كان فيها 13 دولة، والسنة دي كان فيها 14 دولة. لا انت بقى دلوقتي بقيتي بطلة وتشتغلي مع الاتحاد بقى خلاص، والنادي انت من نادي ايه؟ جزيرة. كويس جدا. وبعدين تأهلتي اخر بقى حاجة لعبتيها وتأهلتي بيها ايه بقى؟ بطولة أفريقيا كانت آخر حاجة دخلتها، وكنت الأولى على أفريقيا، وتأهلت كانوا بياخدوا بنت واحدة بس من مصر، وتأهلت طب للأولمبياد. وانت داخله بطوله افريقيا بقى كنت حاسه بايه بقى؟ كنت داخله وعارفه انك انت في صراع الافارقه جامدين، مش حاجه سهله. أنا كنت داخلة واثقة من نفسي، مكنتش خايفة خالص. أنا من كتر البطولات اللي دخلتها خلتني أبقى واثقة من نفسي أكتر، ما كانش ليا دعوة بأي حد، واتمرنت اه انت ماشيه كده لوحدك، ده كويس، ده مش عارف ايه، ما تسمعيش كلام حد، انت بالظبط. بتشتغلي. برافو عليكي، والله العظيم حاجه حلوه جدا.